بص عزيزي، دي كانت من اكتر التجارب الاميزنج الفتره الاخيره، وبرضو من اجمل واحلى الحاجات اللي دقتها في الفتره الاخيره بجد. المكان اوريدي ناس كتير منكم يعرفوه، هو ميت موت. خد صيت كبير قوي الفتره الاخيره، فقررت اروح واحكم بنفسي اذا كان اميزنج ولا لا. مبدئيا انت هتخش هتنقي قطعيه اللحمه اللي انت عاوزها بالظبط والكميه اللي انت عاوزها بالظبط، وممكن كمان تعمل تيست لكل حاجه وتشوف ايه اكتر حاجه عجبتك. بعد كده بيتبلها لك ويجهزها لك بالمنظر الاميزنج ده عزيزي. حاجه بتتقال برضو الاستاف هناك كلهم لزاز جدا بجد. طيب تاني حاجه هي ان الصوصز والرز كلهم ريفل، بس بصراحه بيتاخروا شويتين ثلاثه عبال ما اعملوا لك الريفل. بالنسبه للي احنا طلبناه، فاحنا طلبنا شورت ريبز وبريسكت، ودي اختي الاميزنج واسرتها. من غير بقى ما اطول عليك، يلا بينا ندوق ونقيم فعلا الحاجه. زي ما انت شايف زبده بتنزل قلبك مش في معدتك، ويا سلام لما تعمل دب بقى للحمه في العسل، حاجه اميزنج فعلا. تجربه اميزنج لازم تجربها عزيزي، وبالف هنا عليك رايق.